السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنتعرف على فيتامين مهم جدا لصحه العظام وصحه القلب والاوعيه الدمويه والحمايه والوقايه من مرض السكر والحمايه والوقايه من مرض الالزهايمر وكمان الحمايه والوقايه من السرطان، وهو فيتامين K2. اهلا وسهلا بكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. فيتامين كي 2 مهم جدا لصحه العظام وصحه الجسم كله. قبل كده كنت تناولت فيديو سابق ازاي العظم بتاعنا بيتم تكوينه. قلنا العظم محتاج الكالسيوم وطبعا املاح معدنيه تانية وسيليكا وبرون ومغنيسيوم وفوسفور، بس الاساس الكالسيوم. والكالسيوم عشان يمتص من الأغذية بتاعتنا ويدخل للدورة الدموية محتاجين فيتامين د، وعشان يترسب على العظام محتاجين فيتامين K2. فبالتالي أي نقص في الثلاث عناصر دول، الكالسيوم وفيتامين د أو فيتامين K2، ده بيعمل خلل في تكوين العظام بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكبار، وبيخليهم أكثر عرضة للكسور وأكثر عرضة لهشاشة العظام بالنسبة للكبار، والأطفال بيبقوا أكثر عرضة لقصر القامة. النهاردة هنتعرف ببساطة واختصار إيه الفوائد المثبتة علميا بالنسبة لفيتامين K2، وإيه هي أنواع فيتامين K2 كأدوية، وإمتى إحنا يظهر علينا ايه هي الاعراض اللي بتظهر علينا اتعرفنا ان احنا عندنا نقص فيتامين K2، وايه الجرعه المناسبه من فيتامين K2، وهل هو له سميه فعلا، وايه هي مصادره الطبيعيه، وليه معظمنا بيبقى عنده نقص فيتامين K2. اول حاجه، الفوائد المثبته علميا لفيتامين K2 ان هو له دور مهم جدا في صحه العظام ومنع هشاشة العظام بالنسبة للكبار، وبيساعد على بناء العظام بالنسبة للأطفال، وبيساعد على طولهم بصورة طبيعية، لأن نقص فيتامين K2 زي ما قلت دلوقتي حالا يمنع ترسيب الكالسيوم على العظام ويمنع بناء العظام بصورة طبيعية، فبالتالي الأطفال بيبقوا أكثر عرضة للكسور وأكثر عرضة لقصر القامة، والكبار بيبقوا أكثر عرضة لهشاشة العظام، بدليل أن الناس الكبار في السن تلاقيهم بياخدوا كالسيوم وفيتامين د، ومع ذلك عندهم هشاشه عظام، وده لان نقص فيتامين كي هو اللي عمل لهم كده، لان منع امتصاص الكالسيوم وترسيبه على العظام. الحاجه الثانيه المثبته علميا بالنسبه لفوائد فيتامين كي 2، ان هو بيحمينا جميعا من الجلطات، وبيحمي القلب والاوعيه الدمويه، وبيحمي الدماغ من الجلطات. طب ليه؟ لان نقص فيتامين كي 2 بيؤدي إلى ترسب الكالسيوم على الجدار الداخلي للأوعية الدموية، وده يؤدي إلى تصلب في الأوعية الدموية وتكلس في الأوعية الدموية وضيق في الأوعية الدموية، ويؤدي إلى حدوث الجلطات، ويخلينا كلنا أكثر عرضة لجلطات القلب والأوعية الدموية، وأكثر عرضة لجلطات الدماغ والسكتة الدماغية. عشان كده مهم جدا تناول فيتامين K2، لأن هو اللي بيساعد على ترسيب الكالسيوم على العظام، ان بعد ما بيتم امتصاص الكالسيوم عن طريق فيتامين دي ودخوله للدم بيبقى حر كده في الدم، ممكن يترسب على الاوعيه الدمويه، ممكن يترسب على الكلى. فيتامين K2 بيحجمه وياخده ويحطه او يرسبه على العظام، ويمنع ان هو يبقى حر ويترسب في الاوعيه الدمويه او يترسب في الكلى. تالت وظيفة مثبتة علميا ان هو بيحسن وظيفة الدماغ والقدرات الذهنية والقدرات العقلية، وده لانه بيحسن وظيفة الجهاز العصبي. رابع وظيفة مثبتة علميا ان هو له دور مهم جدا في تحسين حساسية الانسولين في الدم، فبالتالي بيحمينا جميعا من مرض السكر النوع الثاني، بالذات لو احنا ماشيين على نظام غذائي صحي. والعيانين اللي عندهم مقاومة انسولين اللي هم في مرحلة ما قبل السكري، لو ماشيين على نظام غذائي صحي وتناولوا فيتامين K2، ده هيحميهم من دخولهم في السكر من اساسه، والناس اللي دخلوا في السكر هيحميهم من مضاعفات السكر، وهيساعدهم على ضبط سكر الدم بصفة مستمرة، بالذات لو ماشيين على نظام غذائي صحي.
ايضا من الفوائد المثبته علميا لفيتامين كي2 ان هو بيحمينا من السرطان وبيقلل من انتشار السرطان. وتعمل دراسات على الرجال اللي هم عندهم استعداد لسرطان البروستاتا، وجدوا ان تناول فيتامين كي2 بيحميهم من سرطان البروستاتا بنسبه 51%. فبالتالي فيتامين كي2 مش بس مفيد للعظام وحمايتنا من هشاشة العظام وطول الأطفال بصورة طبيعية، ده مفيد لصحة الجسم كله. طب إيه هي أنواع فيتامين كي2 المكملات الموجودة في الصيدليات؟ في نوعين، في نوع اسمه MK7 وده طويل السلسلة أو لونج تشين، ده بيتاخد مرة واحدة في اليوم والجرعة المناسبة من 100 مايكروغرام ل 200 مايكروغرام. في انواع فيتامين د مستورده بيبقى معاها فيتامين كي2 بجرعه 100 مايكروغرام. الناس اللي هي ليس لديها هذه الانواع وبتاخد فيتامين د بس يجب عليها تناول فيتامين كي2 اللي هو سواء النوع ده او النوع الثاني. النوع الثاني اسمه MK4 وده شورت تشين او قصير السلسله، وده سهل الهضم سهل الامتصاص لانه بيشبه فيتامين كي اللي الجسم بيكونه بس احنا بنحتاجه اكتر من مره في اليوم. طيب هل فيتامين كي له سميه للجسم؟ كي2 بالذات له سميه في الجسم، عشان الناس كلها اول ما اقول لهم فيتامين كي2 يا دكتوره هيجي لنا جلطات، بالعكس هيحميكم من الجلطات. الدراسات اثبتت ان فيتامين كي2 ملهوش سميه على الجسم. اللي له سميه على الجسم فيتامين K3 اللي هو K3، لكن فيتامين K2 الدراسات اثبتت ان هو ليس له سميه على الجسم وبالذات لو خدناه بالجرعه المناسبه. طيب هو موجود في ايه في اكلنا؟ موجود في الخضروات الورقيه الخضراء، موجود في البروكلي، في القرنبيط، في الكرنب. كل ما هو اخضر بيحتوي على نسبه فيتامين K2 بنسبه عاليه. موجود ايضا بنسبه قليله قوي في البيض والاسماك واللحوم، بس موجود اكتر في الخضروات الورقيه الخضراء. ومعظم الاطفال ما بياكلوش الخضروات الورقيه الخضراء، ومعظم الكبار ايضا لا يتناولوا الخضروات الورقيه الخضراء. فبالتالي معظمنا عندنا نقص فيتامين K2، فكلنا محتاجينه كمكمل غذائي عشان يساعدنا على بناء عظامنا بصوره طبيعيه، ويساعد على طول الأطفال بصورة طبيعية، ويساعد على حماية الكبار من هشاشة العظام وأمراض القلب وجلطات القلب والأوعية الدموية، وتحسين الذاكرة والحماية من مرض السكر والحماية من مرض السرطان. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.